بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح؟ على مدار الكام حلقة اللي فاتوا درسنا كل ما يخص التكاثر. اشمعنى يعني افتكرتوني دلوقتي؟ ما انا هقول لك يا صديقي، دي بقى آخر حلقة في التكاثر. العروسة ماتت يا بابا، هو اليوم ده بان من أوله. وبكده هنكون خلصنا 5 بايو في التكاثر. ده غير شرح دكتور محمد في الكورس. ومذكرة زانوكلياس كمان. ده غير المراجعة اللي الدكتور محمد هيعملها. فاستعد كده وجهز نفسك عشان هنبدأ في المناعة الحلقة الجاية. قبل المناسبة كله يكبس يا شباب، فين الدعم يا شباب؟ الدعم فين الدعم يا شباب؟ اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، اشتمني، وفي ما كده بتقدرني. بعد ما عرفنا مراحل تكوين الحيوانات المنوية والبويضات، تعال نتعرف بقى على عملية الإخصاب واندماج المشيجين مع بعض. القصة بتبدأ من تحرر البويضة في اليوم ال 14، واللي بتكون جاهزة للإخصاب في خلال يومين. في نفس الوقت الذكر في كل مرة تزاوج بينتج من 300 ل 500 مليون حيوان منوي. والله زي ما بقولك كده، 100,000 جنيه. لا كده مبروك علينا العيل. بيرجع يفقد منهم كتير اثناء رحلته للبويضه. المهم يا صديقي، الحيوانات المنويه دي ساعه ما توصل للبويضه بتفرز انزيم الهيالويرنيز اللي بيدوب غلاف البويضه المحمي بانزيم الهيالويرنيك. فلو تلاحظ يورنيز الناس ممكن تزعق، فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. وبعد ما ينجح احد الابطال الشجعان من الحيوانات المنويه في اختراق غلاف البويضه، بيدخل راس وعنق الحيوان المنوي فقط داخل البويضه علشان يتحد نواه الحيوان والبويضه مع بعض ويتكون الزيجوت. وبعد كده البويضه بتحوط نفسها بغلاف وتمنع دخول اي حيوان منوي اخر. واللي حصل ده اسمه اخصاب يا اصدقائي، وده بيحدث في التلت الاول من قناه فالوب، وبيبدا بعد كده يتحرك الزيجوت وينقسم ميتوزيا لحد ما يكون طور التوتيه. ساعتها بيكون الزيجوت وصل للرحم وبينعكس ثنايا بطانة الرحم فيما يعرف بزراعة التوتية، وبيتكون للجنين مع الوقت المشيمة. المشيمة دي مهمة جدا يا باشا، والله العظيم ما بعرف أولد، لأنها حلقة الوصل بين الجنين والأم، بتنقل المواد الغذائية والأكسجين والفيتامينات من دم الأم إلى الجنين بالانتشار من غير ما يحصل اختلاط للدم. كمان الجنين بيتخلص من المواد الإخراجية عن طريقها، وزي ما احنا عارفين إن البروجستيرون مهم لتثبيت الجنين، فهي برضه بتفرزه بداية من الشهر الرابع بعد ما الجسم الأصفر يضمر ويموت. كمان المشيمة دي ليها دور في عملية الولادة، لأنها بتفرز هرمون الريلاكسين اللي بيوسع منطقة الارتفاق العاني علشان يسهل خروج الطفل. بسم الله بسم الله، ارفع رجلك كده، احزقي جامد، طب ما تجيب المنشات مش البط. والجنين بيبقى متوصل بالمشيمة دي بحبل سري أكيد، مش وصلة شحن. ده صانع اليابان ولا صانع الصين؟ ده صانع البلد ما بيتكسرش. والحبل ده طوله 70 سنتي علشان يسمح بحركة الجنين. الجنين يا صديقي بيمر بثلاث مراحل عشان يتكون. المرحلة الأولى بيبدأ يتكون فيها الجهاز العصبي والقلب، وتظهر العينين والإيدين، وبنعرف فيها نوع الجنين علشان الخصيتين بيتكونوا في الأسبوع السادس والمبيضان بيتكونوا في الأسبوع الـ12. المرحلة الثانية دي بتشمل الثلاث شهور اللي في النص، بنسمع فيها دقات القلب ويتكون الجهاز العظمي كمان وأعضاء الحس، وبيبقى النمو فيها سريع. المرحلة الثالثة دي آخر 3 شهور في الحمل، بيبدأ يكتمل نمو المخ وباقي الأجهزة ويبطئ فيها النمو، وبكده يكون الجنين جاهز للخروج لعالمنا الجميل. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابنك، اكسروك في مياميعك. وده عن طريق تفكك المشيمة بعدما يقل البروجستيرون اللي بيثبت الجنين، وتبدأ عضلات الرحم تنقبض علشان تدفع الجنين للخارج بفعل هرمون الأكسيتوسين. والواد يصرخ ويعيط عشان جهازه التنفسي اشتغل، وطبعا انت عارف بيصرخ عشان اتضرب فين، ها؟ ومش هوضح اكتر من كده. في الواد عايز يشرب لبن ويرضع، وده عن طريق هرمونين من الغده النخاميه الى الغده الثديه، وهم البرولاكتين اللي بيحفز انتاج اللبن اثناء الحمل، والاوكسيتوسين اللي بيحفز اندفاع وخروج اللبن علشان يرضع بعد الولاد. التوأم يا صديقي من الحاجات المحيرة جدا اللي العلم فسرها. التوأم الغير متماثل ده بينتج نتيجة تحرر بويضتين من الأم ويحصل لهم إخصاب هما الاتنين، كل واحدة بحيوان منوي مستقل، ويبقى عندك توأم كل واحد ليه كيس جنيني ومشيمة لوحده ومختلفين عن بعض، مش شبه بعض خالص. التوأم المتماثل بقى، وطالما جينا للتوأم المتماثل يبقى لازم نذكر العميد حسام حسن وإبراهيم أخوه. الروح بالدم لفديك يا حسين. وده بينتج من إخصاب بويضة واحدة بحيوان منوي واحد عادي جدا، بس بينقسم بقى لجزئين، كل جزء بيبقى جنين ويشتركوا في المشيمة والكيس الجنيني، وكمان بيبقوا شبه بعض تماما. صدقوا نوت شكل بعض تماما، فولة وانقسم الثلاث انصاص. مشكلة زيادة النسل بقى يا صديقي بنستخدم في حلها وسائل لمنع الحمل، أشهرها الإقراص اللي بتحتوي على هرمونات صناعية، الاستروجين والبروجستيرون اللي بتمنع عملية التبويض، ودكتور محمد أيمن شرحها بالتفصيل في الكورس، روح اسمعه لو مش فاضي. ننتقل بعد كده للوسيلة التانية وهي اللولب اللي بيوضع في الرحم ويمنع استقرار البويضة المخصبة في الرحم. الواقي الذكري اللي بيمنع اصلا دخول الحيوانات المنويه داخل جسم الانثى، وعمليات التعقيم الجراحي سواء للانثى بربط قناتي فالوب او قطعهما، او في الرجل بربط الوعاءان الناقلان.
أما مشكلة العقم يا صديقي فبنعالجها بأطفال الأنابيب. بناخد مشيج مؤنث ومشيج مذكر ويتم الإخصاب في الخارج في أنبوبة وتحفظ في وسط غذائي لحد ما ينقسم ويبقى توتية يتم زراعتها في رحم الأم. وأخيرا يا صديقي، سمعت عن بنوك الأمشاج؟ فلت انت بالـ20 ألف؟ لا مش ده، بنوك الأمشاج دي بتحفظ فيها الأمشاج تحت درجة حرارة باردة جدا -120 لمدة تصل لـ20 سنة علشان نستخدمها فيما بعد. وبس كده، أما الحق أنا أحضر المناعة وانزل لكم بها عشان إحنا متأخرين. بوقك 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 ده، وأشوفكم على خير. سلام. مع ألف سلام. مين دول؟